نتابع مشاهدينا الكرام هذه التغطية، وأيضا في الشق الاقتصادي شاركت مصر في الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري الذي عقد عبر الفيديو ضمن فعاليات اجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق تعافي مستدام عقب جائحة كورونا، وذلك بمشاركة ممثلين عن 80 دولة وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص وغيرها من الأطراف ذات الصلة. وخلال كلمتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان المصري في مختلف المجالات من بينها الصحة، التعليم، تمكين المرأة وغيرها، بما يدفع نحو بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة. وينضم إلينا أيضا مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. أرحب بك دكتور هشام بداية على شاشة أكسترا نيوز. إذا كيف برأيك أو ما هي الآليات والسبل التي اتبعتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وكيف يعني هذا الموضوع يحقق تعافي مستدام عقب الخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا؟ مساء الخير، في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو مؤكد بداية أنه الدولة مدركة تماما أنه ما تحقق من نتائج على مستوى الاقتصاد الكلي لن يعززه ويدعمه ويحافظ عليه إلا عنصر بشري قادر على أن يزيد من درجة تنافسية الاقتصاد المصري. في هذا الإطار هي الدولة والحكومة مدركة تماما هذا الأمر، ويمكن بعد المرحلة الأولى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لما ضبط مؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي كان التركيز الاكثر على ازاي يكون المواطن المصري، العنصر المصري، العامل المصري، المهندس المصري على قدر الكفاءه، على قدر التنافسيه، علشان هو ده اللي هيدعم من معدلات نمو اقتصادي متفحه. وفي ضوء ده الحقيقه احنا بنشوف مجالات متعدده الدوله او الحكومه بتتحرك فيها ما يتعلق بالتعليم الجامعي، بدايه بانشاء العديد من الجامعات الجديدة، مش بس الجامعات التقليدية لكن كمان الجامعات الموجهة للتخصصات التكنولوجية والفنية. صحيح. ويمكن الحقيقة هذا التطور بيشهد الحقيقة أرقام استثمارات كبيرة للغاية، بننتهج لعلوم جديدة في مواقع جديدة علشان نستهدف مواطن ذو مستوى جديد. ما يتعلق بالصحة أيضا احنا لدينا بداية التأمين الصحي الشامل اللي بدأ في محافظة بورسعيد ثم سوف تتوالى باقي محافظات مصر، لكن كمان الحقيقة في اهتمام كبير للغاية بتقوية وتدعيم البنية الأساسية في قطاع الصحة. يمكن مش بس ما يرصد في إطار الموازنة العامة للدولة بيزيد سواء ما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة أو زيادة المخصصات لقطاع الصيدلة أو كمان وضع الحقيقة مرتبات العاملين في القطاع الطبي، لكن كمان الأكثر أهمية هو الاستثمارات الجديدة في قطاع الصحة، لأن دي الحقيقة بتتعامل مع أعداد تتزايد بالتأكيد فيما يتعلق بالاحتياج للعناية والرعاية الصحية. وكانت جائحة كورونا أضافت بعد أكثر أهمية هو ضرورة التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي، لأنه التعامل مع هذه الجائحة مؤكد أنه يحتاج لي تضافر كافة الجهود على المستوى الدولي، ما يتعلق بقى بتبادل المعلومات والخبرات، ما يتعلق بتبادل الأدوية، ما يتعلق بتبادل المعونات الاقتصادية. الحقيقة احنا شفنا مصر بتمد يدها للعديد من دول العالم في بداية الجائحة، ثم الحقيقة مصر بتحظى بمساندة ودعم الدول اللي الحقيقة أصبح لديها لقاح يتعامل مع هذا الفيروس، وبالتالي أمر مهم جدا إنه يكون التواصل والتنسيق على المستوى الدولي فيما يتعلق ب الإنسان أمر هام للغاية. الحقيقة الدولة مدركة تماما لهذا الأمر، وأتصور أنه كل ما يبذل في الوقت الحالي هدفه الأساسي هو رفع درجة تنافسية المواطن المصري، وده لن يتم إلا من خلال الاهتمام بصحته وتعليمه وثقافته، ودي كلها أمور هامة جدا. يعني الاهتمام برأس المال البشري دكتور هشام له تأثيرات مباشرة على زيادة يعني قيمة الاقتصاد المصري، يعود بالنفع إن كان على الدولة أو حتى على الاقتصاد المصري بشكل مباشر عبر كل المشاريع اللي ذكرتها إن كان في قطاع التعليم أو الصحة أو غيرها. بالتأكيد احنا خلينا نأكد على انه النظم التكنولوجيا الحديثة هي اصبحت تحتاج لمستوى مختلف من العمالة، مستوى مختلف من التدريب، مستوى مختلف من التعليم.
وبالتالي الاعتماد على النظم التقليديه اصبح لا يتمشى مع نظم التكنولوجيا الحديثه. واحنا الحقيقه يمكن لدينا مثل واضح في شركات قطاع الاعمال الحقيقه تخلفت كثيرا خلال عقود طويله، والحقيقه كانت الحكومه مضطره انها تاخذ قرارات لتصفيه بعضها زي الحديد والصلب وغيره، لانه الحقيقه اصبحت هذه الشركات غير مؤهله سواء كان من حيث التكنولوجي، خطوط الانتاج، العماله، اقتصادات التشغيل. وبالتالي احنا بنتحدث عن استثمار جديد بيراعي تماما اقتصاديات التشغيل، بمعنى انه اي استثمار الدوله بتحطه مهم انه يكون له حد ادنى في راس المال، يكون له قيمه مضافه مرتفعه، ولن يستطيع ان يحقق هذا الا عنصر بشري مختلف في تعليمه وتدريبه وثقافته. بالتالي الحقيقه الدوله مدركه تماما هذا الامر. يمكن الحقيقه الدوله بتتوسع في مجال التعليم سواء كان قبل الجامعي او الجامعي، بتتوسع في مجال البحث العلمي لانه مؤكد الدوله مهتمه كثيرا بموضوع البحث العلمي وخاصه في المجالات الجديده. الدوله بتتجه للاقتصاد الاخضر، بتتجه لكل صحيح كل الامور اللي تحافظ على البيئه، وده يحتاج ايضا لمواطن مدرك تماما اهميه ان نتحول لاقتصاديات نظيفه تتمشى وتحافظ على البيئه علشان نعلي وندفع من مستوى معيشه المواطن. طيب دكتور هشام، اي مستوى اقتصادي تسعى الدول للحصول عليه او معدلات نمو موجبه ربما ايضا تسعى الدول اليها؟ دائما ما تستهدف مساحه اكبر ان كان من الرفاه الاجتماعي او حتى المعيشي للمواطن. كيف تؤثر كل الخطوات الاقتصاديه التي اقدمت عليها الدوله المصريه في برامج الحمايه الاجتماعيه هنا وتوفير الخدمات اللي نتحدث عنها من صحه، تعليم وما الى هنالك؟ هو مؤكد بداية برنامج الصناعة الاقتصادي بما تحقق فيه بنتائج جيدة هو ده اللي ساعد كثيرا انه الدولة تزيد من انفاقها في مجال رأس المال البشري. يعني ما كانش ممكن للدولة المصرية ان تضخ 100 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد في قطاعات تضررت بفعل جائحة كورونا او لفئات تأثرت بشدة الا اذا كان برنامج الصناعة الاقتصادي مكن الموازنة المصرية انه يصبح لديها قدر من الاموال اللي تساند بيه في اوقات الازمات. مؤكد ما يتعلق بفلسفه او استراتيجيه الدوله فيما يتعلق برفع كفاءه البنيه الاساسيه للمجتمع، اعاده تاهيل المناطق الخطر او الاكثر خطوره، النقل او التعامل مع ملف العشوائيات، ايجاد منافذ جديده وشرايين جديده للاقتصاد او لحياه المواطن. احنا بنتحدث عن مدن جديده تلبي طموحات اي مواطن مصري يسعى اليها ويريدها المواطن المصري اللي بيريد ان يغير من واقعه. بالتاكيد دي كلها امور مهمه جدا. هي يمكن صحيح نحن على بعد اسابيع قليله من الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده زي ما اشار السيد الرئيس، نحن نتحدث عن جمهوريه جديده. صحيح نتحدث عن فلسفه اتت ثمارها انه ازاي الدوله وكمان المواطن يكون شريك اساسي فيها، تسعى لتغيير واقعها لنموذج افضل مثل ما هو الحال في الدول المتقدمه. يعني بالفعل كما ذكرت وذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة جديدة، جمهورية جديدة، ويتم فتح يمكن العديد والعديد من الشرايين الجديدة للاقتصاد المصري. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على كل هذه المعلومات.